السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا بإذن الله. معاكم تقى ثروت، والنهاردة هنشرح بريلاب نمبر 5. طيب نبدأ. بسم الله. أول حاجة عندنا هي البنزايل ألكول. زي ما اتفقنا، اول حاجه بتتكتب في السكيم هي الفيزيكال بروبرتيز. الكونديشن هتبقى ليكويد موبايل، لو عملنا الانهيدروس كابر سلفيت تيست هيكون ترو ليكويد، والكالر كالرلس، والاودر فينت بيتر الموند اودر. طيب الميسيبيليتي هو ايميسيبل ويز ووتر. عايزين نتفق انه اي ليكويد يكون ايميسيبل ويز ووتر. مهم جدا يا شباب تكتب لي هو هيفير ولا لايتر، حاجه مهمه ولو سمحت ما تنساهاش. طيب نجرب مع 10% صوديوم هيدروكسيد، قال لي برضو immiscible، وكمان immiscible مع الديل HCl، يبقى لو هو immiscible مع الثلاثة solvent دول بنقول عليه neutral. نيجي لتاني حاجة، الكيميكال reactions. الاكشن of soda lime not done. طيب الاكشن of ferric chloride، قال لي no action. نعرف منين؟ من Planck. الجنرال كلاس reactions عندنا اتنين، عندنا استريفيكيشن، ودي هنقولها بالتفصيل كمان شوية في السلايد اللي جاية ان شاء الله، بس اللي عايزاك تعرفه انها بتكون مع الاستيك اسيد وهتديني جاسمين لايك اودر. طيب الكمبليت اوكسيديشن ده بنحول فيه البنزايل الكول لبنزويك اسيد. طيب ازاي؟ بستخدم بوتاسيوم برمنجانيت وصوديوم كربونيت وبعمل ريفلكس لمدة 45 دقيقة، بيتكون لي الصوديوم بنزويت. بعد كده بعمل اسيديفيكيشن بكونكا اتش سي ال، بيديني وايت برسبتت اوف بنزويك اسيد. خلاص ده كده مؤقتا بس، وهنشرحها برضو في السلايد اللي جاي. نيجي للاستريفيكيشن. اول ما تتقال كلمة استريفيكيشن، اول حاجة تكون عارفها اني هشتغل بحاجات دراي، ما يبقاش فيها ولا نقطة مية. خلاص، عشان لو في مية الاستريفيكيشن ده مش هيمشي. طيب يبقى في دراي تيست تيوب هنحط 1 ملي من الاستاتيك اسيد، 1 ملي من البنزايل الكول، و 3 دروبس من الكونك سلفيوريك، وهنكفر التيست تيوب بالالومنيوم فويل ونحطها في بويلنج ووتر باث لعشر دقايق. تمام، الكلام ده عملناه قبل كده. بعد كده نعمل كولينج للتيست تيوب كويس ونقلبها على بيكر فيه صوديوم كربونيت سوليوشن. بعد كده نشم الريحه. تنبيه، احنا بنشم الريحة بعد ما نقلب الكونتنت على صوديوم كربونيت سوليوشن مش قبلها. تمام. طيب الكمبليت اوكسيديشن يا ولاد، احنا مفروض شفنا منظر الكوندنسر ده قبل كده في المعامل. طيب احنا بنستخدم 1 جرام من البوتاسيوم برمنجانيت و 1 جرام من الصوديوم كربونيت وعشرين ملي مية. الكلام ده كله في راوند بوتوم فلوسك، فلوسكة مدورة زي اللي في الرسمة دي. بعد كده نحط عليها 1 ملي من البنزايل الكول ونريفلكس لمدة 45 دقيقة. الفلوسكة بيكون منظرها كده. نعمل لها كولينج ونفلتر. اللون البني ده بالمناسبة هو لون المنجنيز دايكسايد. طيب الفلتر ده بعمل له اسيديفيكيشن بكونكا اتش سي ال، المفروض بيتكون لي راسب ابيض وهو البنزويك اسيد. نوت مهمه، الكومبليت اوكسيديشن من الحاجات اللي بتتكتب في السكيم يا ولاد بالتفصيل. في حاجه تانية برضو جايه بتتكتب بالتفصيل هقول. اخر حاجه السبيشال تيست، الكونك سلفيوريك تيست. في دراي تيست تيوب برضو بنحط 1 ملي من البنزايل الكول ونص ملي من الكونك سلفيوريك، بيديني ديرتي وايت جيلاتينس برسبت، راسب جيلاتيني كده، بس هو مش ابيض قوي، يعني ابيض مدي على رمادي شويه او على مخضر شويه، عشان كده احنا مسميينه ديرتي وايت. تمام. طيب نيجي لتاني اكزامبل، الميثايل ساليسيليت. اول حاجه الفيزيكال بروبرتيز، الكونديشن ليكويد موبايل انهيدروس كابر سلفيت ترو ليكويد، والكالر كالرلس، والاودر اويل اوف وينتر جرين اودر، دي ريحه الفيكس يا ولاد او ابو فيس لو عارفين. طيب الميسيبيليتي برضو هو اميسيبل ويز ووتر، لاحظ ان احنا كاتبين هيفير اهو جنبها، واميسيبل ويز 10% صوديوم هيدروكسيد، وبيديني كمان وايت برسبتد وقتها، واميسيبل مع الدايل اتش سي ال. طيب حاجه اميسيبل في الثلاثه دول يبقى هي نيوترال. طيب الكيميكال رياكشنز،
ال action of soda lime متوقعين انه هنكتب not done لانه ال soda lime مش بتتعمل لل liquids. action of ferric chloride نعمل suspension في المية، احنا اتفقنا ان هو مش بيمتزج مع المية. بعد كده نحط الفيريك كلورايد هيديني violet color. نيجي للجنرال كلاس رياكشن، وده تاني اكسبشن يا شباب. هنا الهيدروليسيس برضو من الحاجات اللي بتتكتب بالتفصيل. احنا كنا حاطين قاعده من بدايه الترم انه السكيما ما تيجي تكتب جنرال كلاس رياكشن بتكتب اسم التست وبتكتب الريزلت على طول، بس لكل قاعده اكسبشنز من ضمنهم الهيدروليسيس والكمبليت اوكسيديشن، دول بيتكتبوا بالتفصيل. بنحط 3 ملي من الاستر، 25 ملي من 30% صوديوم هيدروكسيد، ونعمل ريفلكس لمدة 30 دقيقة. الاستر بيتكسر لميثانول وصوديوم ساليسيليت. بعمل ديستيليشن. يعني ايه ديستيليشن؟ الديستيليشن هو التقطير الجزيئي، بفصل مواد موجودة ومختلطة في فلاسكا بناء على البويلينج بوينت بتاعتها، خلاص؟ وهنشرحها بتفصيل كمان شوية. الديستلت هنا هيكون الميثانول، والريزيديو هيكون الصوديوم ساليسيليت. لما نعمل اسيديفيكيشن للريزيديو ده بكونك HCl هيديني وايت برسبتيت اللي هو الساليسيليك اسيد. هنفلتر وناخد جزء من الوايت سوليد ده نعمله سسبنشن ونحط فيريك كلورايد هيديني فايلت كلر. طيب السبيشال تيست هنا مين؟ ال 30% صوديوم هيدروكسيد. نحط نص ملي من الميثايل ساليسيليت ونحط 1 ملي من 30% صوديوم هيدروكسيد هيديني وايت بيرسبت. هنا يا ولاد دي الايكويشن بتاعه الهيدروليسيس. ده عندي الميثايل ساليسيليت باستخدام 30% صوديوم هيدروكسيد كسر لي الميثايل استر اللي فوق ده واداني الميثانول والصوديوم ساليسيليت، خلاص. طيب نيجي بقى هنا، ده الهيدروليسيس بيحصل ازاي جوه اللاب؟ انت بتعمل ايه؟ الكوندنسر ده دي تاني مرة كده تشوفوه راكب ازاي، المية داخلة من تحت وبتطلع من فوق، والفلاسكة راكبة ازاي في الكوندنسر. يبقى في راوند بوتوم فلاسك هتحط لي 3 ملي من الميثايل ساليسيليت و25 ملي من ال 30% صوديوم هيدروكسيد. هنعمل ريفلكس لمدة 30 دقيقة. طيب بعد ال 30 دقيقة بقى عندك فلاسك فيها ميثانول وفيها صوديوم ساليسيليت، افصلهم ازاي؟ عن طريق الديستيليشن. ركزوا بقى معايا في الحتة اللي جاية دي والرسمة اللي جاية دي عشان مهمة جدا، خلاص. نبدأ من ايدنا الشمال. دلوقتي الفلاسكة اللي على ايدك الشمال دي فيها ميكتشر من الميثانول والصوديوم ساليسيليت، خلاص. طيب راكب فيها من فوق ثرمومتر، ده بقيس بيه درجات الحرارة. احنا اتفقنا ان احنا بنفصل على اساس الاختلاف في البويلينج بوينت، يبقى محتاج ثرمومتر. راكبة في كوندنسر بالمنظر ده، الكوندنسر احنا بنقلبه لو ملاحظين من الصورة، خلاص. والكوندنسر ده في اخره على ايدك اليمين فيه فلاسكة، تمام، بتشتغل كريسيفر، بتاخد النقط اللي نزلت كثفت ونزلت، تمام، فيها. يبقى كل اللي متجمع فيها على اليمين ده الفيبرز اللي طلعت واتكثفت في الكوندنسر تحول لدروبس وتنزل في الريسيفر اللي على ايدك اليمين. طيب نبدأ تاني من الاول، نيجي من ايدك الشمال. دلوقتي الفلاسكة دي حطينا تحتها فليم، غليت، بدأت بعد ما غليت تتبخر، خلاص. وانا مفروض ظابط البويلينج بوينت باستخدام الثرمومتر دي عند البويلينج بوينت بتاعت الميثانول. يبقى بدأت تغلي وتتبخر، الفيبرز دي طلعت دخلت في الكوندنسر، لقيت سطح بارد فحصل لها كوندنسيشن او اتكثفت وتحولت لدروبس ونزلت في الفلاسك او في الريسيفر اللي على ايدي اليمين. طيب يبقى كل اللي اتجمع هنا هو الميثانول، لان احنا مظبطين عند البويلينج بوينت بتاعت الميثانول. طيب اللي اتبقى في الفلاسكة اللي على ايدي الشمال ده ايه؟ ده حاجة اسمها الريزيديو، وهو الصوديوم ساليسيليت. تعالوا نشوف. يبقى الديستلت هنا هو الميثانول والريزيديو هو الصوديوم ساليسيليت. بنعمل له اسيديفيكيشن بكونك اتش سي ال، خلاص، هيديني الساليسيليك اسيد. طيب يا رب تكون الفكرة كانت سهلة ان شاء الله، وصلتكم بطريقة لطيفة، خلاص. وعايزه بس انبهكم انه ان شاء الله المعمل اللي جاي فيه امتحان ميد ترم، ده عايزه افكركم بيه ما تنسوهوش. ربنا معاكم ان شاء الله. السلام عليكم.